السلام عليكم. موقع لاله فاطمه، رمضان مبارك سعيد. بهذه المناسبه ان شاء الله غنقدم لكم فينواز غي صالي بمقادير اللي هي بسيطه وكتعطينا نتيجه رائعه. نبداو ان شاء الله بالمقادير: 500 غرام ديال لافارين لوكس، عندنا 250 غرام ديال الحليب، بيضه، 25 غرام ديال الزبده سبيسيال، 25 غرام ديال زيت العود، 50 غرام ديال حليب بودغ، 10 غرام ديال الملحه، 30 غرام ديال بودره الثوم، عندنا 20 غرام ديال الخميره، 15 غرام ديال السكر، عندنا 350 غرام ديال الزبده مارغرين للتوريق. بالنسبه للعماره سيدتي، بامكانك تعمري باي حاجه كانت عندك في الدار وفي المتناول ديالك. كان عندك لادان، كان عندك البولي. بعد ما خدينا المقادير كامله، دابا ان شاء الله غادي ندوزو المراحل ديال تحضير فينوازغي صالي. We'll be right back.
غنستمروا سيدتي على هذه الطريقه حتى نكملوا العجين ديالنا ونحطوه يخمر لينا تقريبا شي نص ساعه. وملي يخمر غندهنوا بشويه ديال البيض والحليب وشويه البودره ديال الثوم وندخلوه للفران تقريبا شي نص ساعه على درجه 180 وبالصحه والراحه. ديروا لايك وبارتاجوا الفيديو مع اصحابكم وما تنسوش تابوناو فلاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد للا فاطمة.